بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنجيب كل الامبلويز من الداتابيز ونعرضهم في صفحه الهوم، وبعد كده باذن الله هنبدا ان احنا نعمل ابديت لكل امبلوي بالاي دي بتاعه. فلو جينا هنا نبص على الداتابيز بتاعتنا فيها الثلاث اسماء دول او الثلاث روز دول، نبدا ان احنا نعرض في صفحه الاندكس. هنا الاندكس كنترولر المفروض تكون متصله بالاندكس موديل، صح ولا لا؟ تمام، فعادي خالص زي متعودين. وليكن هنعمل اوبجكت هنسميه مثلا موديل هيلبر هيساوي تيس موديل، وهنبعت له اسم الموديل بتاعنا يكون اسمه اندكس موديل. تمام، ونيجي هنا ننشئ اندكس موديل. ولو تفتكروا قبل كده ان احنا كنا عملنا الدالة دي اللي هي جيت اول امبلويز، فهناخدها من هنا مش هنحتاجها هنا في الامبلوي اعتقد، ونحطها هنا. وبالنسبة للكونستراكتور هنا public function فهيبقى ليه اتصال بدالة الداتابيز. this او this db هيساوي new database. لاحظ ان هو عمل هنا use للداتابيز، ما حدش ينسى. تمام، وبعد كده هنروح للاندكس كنترولر هنا وبالموديل هيلبر هننادي على get all employees، والداتا اللي راجع هنحطها في داتا هنا، وهنودي لصفحة الهوم الداتا اللي احنا جبناها من الدالة دي. ونيجي هنا في صفحة الهوم ونعمل var dump ونشوف النتيجة ايه. الداتا اللي راجع زي ما انتم شايفين من الداتا بيز اهو اسماء الامبلويز كلها. نيجي هنا في صفحة الهوم ونبدأ ان احنا نعمل for each. نقول الاول if الست للداتا، او نخليها مثلا empty not empty لو هي مش فاضية. ونحط الصف ده كده جوه هنا. طيب تاني حاجة هنعملها، هنعمل for each للداتا as employee. جميل جميل. ونيجي هنا ونحط نطبع employee id ومكان عمر احمد هنا نحط النيم. تمام تمام اهو زي ما انتم شايفين جابلها لنا من الداتابيز وحطها لنا. طيب ده لينك الابديت. دلوقتي لازم عشان الداتا واحنا بن ابديت ات بنعمل لها ابديت نكون عارفين بنعمل لانهي امبلوي بالظبط. فتيجي نبعت مع اللينك ده الاي دي بتاع الامبلوي. هنعملها ازاي؟ امبلوي اي دي، وفي الامبلوي كنترولر هنا هنعمل داله اللي هي دي اصلا موجوده اهي ابديت امبلوي. هناخد الاي دي بتاع الامبلوي هنا كبارامتر امبلوي اي دي. حلو حلو. تعالى الاول نشيل الفار دمب دي ونشوف هيعرض ايه. الاي دي بتاع عمر ده واحد صح؟ طب ما تيجي نخش هنا كده
هيجيب لنا واحد اهي. تمام. طيب الاي دي بتاع احمد مثلا 4، لو دخلنا هنا 4 يبقى كده احنا شغلنا تمام جدا. طيب تيجي نحط هنا الاسم، اسم الامبلوي، تعال نجرب، بس هنحطه كبليس هولدر. تمام. تعال نعمل دالة في الامبلوي كنترولر هنا نسميها جيت امبلوي باي اي دي، خلاص. وهندي لها ايه؟ هندي لها الامبلوي اي دي. تمام، هترجع لنا اسم الامبلوي. وناخد الدالة دي هنا في الموديل public function id، وهنعمل كويري بسيط select all from employee where ان الاي دي يساوي اي دي، وهنا هتبقى دي اي دي، هنا اي دي، وهنعمل execute وهن return this db single. جميل كده، رجعت كده، رجع اسم الامبلوي بقى عندنا في الامبلوي ده. طيب نرجعه في صفحة الابديت دي، او نسميه داتا زي ما متسمي في الفرونت، في الابستراكت كنترولر، ونيجي هنا في صفحة الابديت ونعمل هنا في البليس هولدر نطبع اسم الامبلوي داتا ونشوف هيديلنا ايه. طبع الاسم حلو. طيب نجرب امبلوي تاني، مثلا نجرب عمر، عمر، خالد، خالد، حلو. نكمل هنا، هنيجي في صفحة، طبعا في صفحة الابديت هنا الميثود المفروض ان هي بوست. طيب الاكشن مفيش حاجة جديدة، خطوات ثابتة، امبلوي كنترولر الدالة اسمها ابديت امبلوي، والمفروض ان دالة ابديت دي بتاخد الامبلوي اي دي، فهنبعت الامبلوي اي دي اللي هو داتا اي دي. جميل. افرض مثلا دلوقتي اليوزر جاي يعمل ابديت للاسم بتاعه، قام كاتب تاني برضه نفس الاسم. قال له امال انت بتعمل ابديت ليه بقى؟ فعايزين نعمل ايه؟ لو كتب نفس الاسم بس بعد طبعا ما يعمل بوست، اف سيرفر ريكويست ميثود ايكوال ايكوال بوست، زي ما عملنا طبعا فين؟ في الانسيرت قبل كده، واف تاني، اف ايه بقى؟ اف ان الداتا، الداتا هي الداتا دي بس هنخليها فوق هنا، نيم ايكوال ايكوال الداتا اللي داخله في البوست اللي هي ايه؟ بوست اوف نيم. طب البوست النيم ده انهي؟ انهي اهي نيم، نيم. حلو قوي. هتعمل ايه؟ مش عايزين هزار، عايزين هنقوم مودينه لصفحة الهوم اندكس كنترولر اندكس، بس
وخلينا نحط هنا إلس زيس راوت دي، بحيث ان هي لو مش بوست تودينا لصفحة الابديت عادي. لو اليوزر ما عملش بوست، تمام، لو اليوزر ما عملش سبميت يودينا لصفحة الابديت عادي. تعال نشوف، نكتب مثلا ايه، نكتب خالد نفس الاسم اهو، هيودينا على صفحة الاندكس الهوم اللي هي دي. جميل. طب افرض اما دخل اسم متكرر في الداتابيز، يعني دخل احمد مثلا، طيب ما احنا لازم نعمل لها else if. else if ايه؟ فاكرين دالة is user name duplicated اللي هي دي؟ تعالى ناخد دي كده copy paste ونحطها هنا مثلا. لا هنا مش هينفع. طيب نحطها هنا مؤقتا. ونحط له هنا الداتا نيم، لا البوست نيم، الداتا اللي راجعه من البوست. وفي حاجه احسن، ايه؟ ناخد دي كده اهو ونحطها كلها هنا كده. فلو دوبليكيتد ايه اللي هيحصل؟ هيرجعنا على صفحة، على الصفحة بإيرور، صفحة الايه؟ صفحة الابديت. انتر انذر يوز ذيس دوبليكيت، نفس الكلام بس المرة دي على ايه؟ على دالة امبلوي او ابديت امبلوي. حلو حلو، بس طبعا هياخد الامبلوي اي دي. حلو. وتعالى نحط اليرت، بوتستراب اليرت. بس هنحطها برضو بشرط اف. اهي بص، هي نفس صفحة كانت صفحة الاد، فممكن ناخدها كده اهو بالظبط ونحطها هنا. طبعا المسج بقى في الخطوه الجايه ان احنا هنحدث الاسم بتاع الامبلوي. طبعا هنشيل دي. ما تيجي كده نجرب ندخل اسم متعد، يعني نقول مثلا عمر ونشوف اهو الرساله ظهرت. طيب والا بقى ان احنا بقى هنضيف بقى للداتابيز، فهنعمل مثلا updated بيساوي this employee model update employee name. طبعا هنديله ال employee ID عشان يابديت الاسم بال ID، ونقول له if updated، لان دي هترجع ترو او فولس. هنودي له السيشن مسج، او هنرجع هيدر يعني لايه بقى، لصفحه الابديت برضو بالابديت امبلوي، بس هنا هتبقى مسج وهنا اليوزر نيم يور نيم هاز بين ابديتد سكسس. حلو. ونيجي هنا في الامبلوي موديل ونعمل الداله دي public function، تاخد هنا اي دي. هنعمل كويري بسيط خالص this db query update اسم التيبل امبلوي set اسم الكولم name equal name where in ال id equal id، ونعمل bind للبارامتر
طبعا نسينا نبعت النيم الجديد مع الامبلو اي دي هنا اللي هو البوست اوف النيم. ونبايند البارامتر التاني اللي هو الاي دي ونعمل اف this execute هنريتيرن ترو والا هنريتيرن فولس. وتعالى نروح نجرب نابديت الاسم بتاع خالد ده وليكن خالد 11 مثلا او 111 اهو. الحمد لله ابديت سكسسفول. المره الجايه بقى ان شاء الله هنعمل الديليت وشكرا.